بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مسكين عبد العالي MVP مايكروسوفت، ونواصل في دورة ماوي إكزامل الدرس 35. سنتعامل دائما مع قواعد بيانات SQL Lite، وسنتعلم اليوم كيفية نعمل حذف سطر محدد أي الديليت. إذا في الديليت على مستوى الموبايل هناك يعني شيء نسميه swap view. swap view معناه أننا نسحب، عند السحب مثل هذه الصورة يظهر زر delete ويقوم بحذف السطر. هذه التقنية معروفة جدا في الموبايل، في تطبيقات الموبايل نجد هذه التقنية لحذف الأسطر الموجودة في list view. فدرس اليوم من المفروض يعني يكون فيه swap، لكن سنؤجل ذلك. لماذا؟ لأن في ماوي، في درس ماوي هناك swap view. جربت swap view لكن اشتغلت فقط على الأندرويد، يعني iOS ليس عندي ماك حاليا، لكن أظنها تشتغل على iOS. المشكلة فقط يعني بحثت نوعا ما في الويب بسرعة فوجدت المشكل في الويندوز، وفي الويندوز كانت موجودة يعني في الـ UWP والوين اي اي، يعني وين ار تي ووين وين اي اي. هنا كما تلاحظون هنا سواب كنترول موجود، يعني من المفروض في ماوي سواب كنترول، هنا سواب كنترول موجود. اذا من المفروض يعني ماوي يشتغل على كل المنصات، يعني من المفروض سواب فيو هذا يشتغل ايضا كسواب كنترول، لكن كما قلت اننا وجدنا المشكل في الويندوز. سأنتظر حتى يكون عندي حل، وفي نفس الوقت أعمل يعني نفس الدرس سيكون في البليزر أيضا، في ماوي بليزر في الإبريد وفي الناتيف أيضا سواب فيو. سواء وجدت يعني الحل في الويندوز أم لا، المهم سنعمل درس لوحده خاص بسواب، كيف ندرج سواب فيو في ليست فيو، في كوليكشن فيو، في أي مكان نريد أن نضيف فيه سواب فيو. أوكي، فالكود يشتغل، فقط تعمل نسخ ولصق لهذا الكود، تضعه في الليست فيو، في الفيو سيل، وسيشتغل. هذه أول نقطة، أن ديليت من المفروض في الليست فيو يكون في شكل سواب. أوكي، الآن نفتح المشروع ونضيف زر الديليت. قبل إضافة زر الديليت ملاحظة جدا مهمة جدا جدا، لأنني كما قلت يعني أنا ليس خبرة كبيرة في زامرن ولا في ماوي وأتعلم معكم، يعني ووجدت هنا في نعم هنا هذا المكون اللي هو point row. ماذا أنشأنا؟ أنشأنا مكون في شكل view cell. كما تلاحظون هذا المكون في شكل view cell. View cell اوتوماتيكيا لا تحتاج الى enabled property، لا تحتاج الى كل هذا، تصل الى الخاصيات اوتوماتيكيا. لماذا؟ لانها تعتبر عنصر من عناصر في الليست، هنا هي عنصر من عناصر هذا الليست فيو. اذا عندما كتبنا template هنا data template ووضعنا view cell فاوتوماتيكيا سيعمل binding ولا نحتاج الى كل هذه البارامترات. أنا تسرعت في الكود، يعني هنا لم أبحث كثيرا عن الفيو سيل، فظننت أنها مكون خارجي ونتعامل مع أنها كأنها مكون خارجي. فعندما يكون عندي مكون جزئي من الليست فيو، يعني مكون جزئي، فلا نحتاج إلى إعادة البايندينج أو بارامترات، يعني إرسال بارامترات، بل البايندينج سيتم أوتوماتيكيا. أما عندما تريد مثلا عندي جريد هنا وبداخله جريد آخر لنفرض، أو أي عنصر من العناصر vertical stack layout أو أي شيء، فهنا لابد، لأنه لا يوجد ربط ما بين المكون الأب والابن، فهنا لابد أن تمرر له الخاصيات enabled property لتخاطب مع الأب، مثل ما عملنا درس الأب والابن في تنقل البيانات. اوكي، اذا عندما نحذف البارامترات هنا لا نحتاج في الابن الى كل هذا الكود، فهو يحدث اوتوماتيكيا. هذه الملاحظه الاولى، وانا جدا سعيد لوجود يعني لاكتشاف هذه المشكله او هذا الخطا البسيط لكن مهم جدا.
اوكي، فقلنا الفيو سيل يعمل اوتوماتيكيا، والبايندينج هنا تايتل وبونت وداتا اوتوماتيكيا يتعرف عليهم بدون ربط لانه مربوط افتراضيا. اوكي، الان اريد على مستوى الفيو اضافه زر، ندير زر كما قلنا من المفروض نعمل سواب منيو او سواب فيو، لكن حاليا سنضيف زر فقط هكذا. الزر سيكون في كولون مثل ما عملنا مع درس البليزر، سيكون كولون أعطيته 50 بكسل، وسيكون سنضعه هنا. إذا لا يعني في الراو سبان سيكون 2، إذا سيدمج الراو 1 0 و1، والكول سيكون في رقم 2. أوكي، في هذه المنطقة وضعت التكست إيكال إكس يعني ديليت، والباك جراوند أعطيته دانجر يعني روج، وأيضا أون كليك سننشئ يعني إيفنت هنا بوتن كليك التي تسمح ب سنلاحظ ذلك، يعني هناك إيفنت. أوكي، نذهب إلى السورس كود، عندي الإيفنت هنا. هنا أريد أن أعمل ديليت للسطر المحدد، نستطيع يعني عمل الإي كوموند و يعني عمل، لكن عندي هنا لا يوجد عندي فيو موديل على مستوى السيل، فيو سيل لا يوجد عندي فيو موديل، لذلك اضطريت أن أنشئ إيفنت هنا. أوكي، لكن الديليت سيكون على مستوى ليست فيو، ليست فيو فيها الأد، فيها عفوا ماذا عملنا في الليست فيو، فيها الجيت حاليا جيت بوينت يعني. اوكي، فهنا سنضيف تعليمة الديليت مثل السيرفيس، هنا سننشئ ميثود جديدة يعني ننسخ خلاص ونسميها ديليت. و عندي ميثود في السيرفيس ديليت بوينت التي تطلب مني بونت هنا، سأجلب الكود. إذا عندي بونت موديل سأرسلها كبارامتر في هذا الديليت، وهو سيتعرف عليها ويرسلها إلى السيرفيس، السيرفيس يقوم بحذفها من قاعدة البيانات كما تلاحظون عندي هنا في الانترفاس، وفي الامبليمنتيشن سيقوم بعمل كونكشن في قاعدة البيانات، وبعد ذلك delete async للبوينت اللي هي عبارة عن point model، ثم أعمل refresh. refresh هي إعادة شحن القائمة يعني list view، لأننا حذفنا سطر لابد أعمل refresh للسطر. فمن المفروض أن تكون يعني الليست هنا، سنعمل شيء آخر كي تشتغل بطريقة أخرى في دروس قادمة إن شاء الله، لكن حاليا يعني نعتمد نتعلم يعني واحدة واحدة. فنعمل ريفرش للداتا هكذا عندما نحذف، فنعيد شحنها، نعيد الشحن، هكذا نعمل أيضا في الويب، لكن سنتعلم أشياء إضافية إن شاء الله في الدروس القادمة. أوكي، عندما نحذف فنعمل ريفرش فنتحصل على الداتا. إذا الديليت كيف أنادي الديليت من الزر هنا؟ هنا من الزر سأقوم بمناداة الديليت. قلنا ما دام الرو عمل له بايندينج أوتوماتيكيا، أي أن التايتل وبونت وداتا أين هم؟ هم موجودين. لو ذهبنا إلى السورس هنا إلى الليست نجد أنها تأتي من بونت، وبونت هي خاصية موجودة في الفيو موديل الخاص بالليست، هي قائمة من point model. إذا البايندينج الموجود على مستوى الراو هنا، لو كتبنا data context data binding context عفوا binding context وعملت له cast، هنا سأتحصل على title وكل الخاصيات، يعني استطيع استرجاع كل الخاصيات، الاي دي مثلا، اريد مثلا الديليت يطلب مني الاي دي فقط، سارسل هذا الاي دي، الاي دي استطيع استخراجه من هنا.
لكن أنا أريد أن أطلب ميثود موجودة في الأب، يعني في الليست، في الليست هنا في الليست، وليس في الابن. الابن هو بوينت موديل، لكن الأب هو يحتوي على بوينت التي تحتوي على قائمة بوينت موديل، فأستطيع الوصول إليها عن طريق parent. إذن سنكتب الكود التالي، إذن parent binding context أتحصل على point list view model، هذا الفيو موديل الذي ضفنا له delete، وأقوم بحذف ماذا البايندينج كونتكست الحالي، إذا الزر السطر لأنني في مكون السطر، فأقول له احذف السطر ككل الحالي، فأرسل السطر كبارامتر اللي هو بوينت موديل كبارامتر في الديليت. الديليت موجودة في البوينتليس فيو موديل الموجودة، يعني التي تحصلت عليها من البارنت دي بي كونتكست. أوكي، الآن سنجرب الكود. إذا عند الضغط على زر الديليت الموجود هنا سيدخل إلى الكود هنا، سيبحث عن البارنت للدي بي البايندينج كونتكست فيجده بوينت ليست، يجد أن هناك ميثود اسمها ديليت تطلب منه بوينت موديل والموجودة في البايندينج كونتكست الحالي. نجرب، اوكي نقوم الان بالحذف، وكما تلاحظون يقوم بالحذف السطر المحدد، نستطيع حذف اي سطر نريد. مثلا نريد حذف هذا، نضغط مباشرة على delete فيقوم بحذفه. هذا هو زر الحذف، سنجرب ذلك على الاندرويد. نقوم الآن بالحذف، عفوا لم تشتغل، أظن ثقيل أو لم أضغط جيدا، نعمل next. لا الحذف لم يشتغل، نعم المشكلة كانت في القاعدة التي أنشأتها في بداية الدورة التي نسيت فيها الكي، يعني ضروري جدا أن يكون primary key وإلا لن يحذف، وكما تلاحظون هنا يقوم بالحذف ولا يوجد مشاكل. أوكي إذا هذا primary key ضروري للحذف وإلا لن يشتغل. هذه القاعدة في البداية يعني استعملت قاعدة قديمة لم أعمل فيها، يعني عند إنشاء القاعدة كانت في بداية الدروس لم أكتب هذه الكلمة. أوكي هذا كل شيء في درس هذا اليوم، نتمنى أنكم استفدتم، إلى دروس قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.